كل من كتم شهادة يعلم بها فإن الله يقول في حقه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وإثم القلب والعياذ بالله مؤد إلى انحراف البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.